عسلامتكم، شني احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. حبيت اليوم نطلع معاكم باش نقول لكم فما حاسين مفرحيني على الاخر. اول حاجه اللي انا وصلت 30,000 مشترك، ان شاء الله يا ربي نوصل مع بعضنا، ودعمكم لي وتشجيعكم لي 100,000 مشترك ونجيبوا الدرع الفضي، وان شاء الله بقدره نتاع ربي اذا وصلت 100,000 مشترك نوعدكم اني مش نعمل حفله في داري اللي فيها ان شاء الله يا ربي ساعه ترجع الدنيا كيف ما كانت، ان شاء الله يا ربي تفرج علينا من لهني الوقت هذاك. اكيد يعني باش نقع مسيره الحكايه، اكيد بنتصور قريب العام اخر، مش عندي فوق العام وصلت 30,000 مشترك، يعني انتم احسبوا وحدكم. ان شاء الله يا ربي كان عشنا، ان شاء الله يا ربي يفرجها على بلادنا ويفرجها على العالم الكل، خاطر كنا في ازمه كبيره. الحاصل وخلينا في الاخبار المفرحه، الخبر الاولى اللي انا قلت لكم وصلت 30,000 مشترك، ومرحبا بكم الكل، ومرحبا بكل واحده جديده معانا، ونحب نقول للناس اللي قدموا اللي معايا عايشكم على تشجيعكم وكومنتاتكم، بالحق هما اللي مخليني نقدم وخليني نكون حاضر معاكم كل يوم. والخبر الثاني اللي فرحانه بيه على الاخر واللي برشا منكم في بالكم بيه، خاطر ديجا يعني سمعت بيه كلمه، شفت يمكن عندي 100 مساج على الفيسبوك، 100 مساج على انستغرام، كومنتات على اليوتيوب، كلهم يحكي لي على ليدي سمارك. اني بعث لك مساج، اني جوست حبيت نقول هالكلمه هذيا، مشكرك برشا 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 لخاطر اني بعث مساج وانت ما قريتوش. اكيد نعرف كيفاش المساجات تكون عندك، ما تفيقش بحتى مساج، واكيد في النهار يعني تجيك الاف مساجات مش بشترى مساج. حبيت نشكرك برشا برشا برشا، ما تتصورش الفيديوهات اللي هبطتهم عليا قديش عاوني. القد في الليل خليتهم 28,000 مشترك و500 هكا، فزيد قيتهم 29,000 و500 ولا يعني بريسك 1,000 في ليلة. حاجة بزار، حاجة من أول مرة تصير لي، أول مرة تصير لي في مسيرتي في القناة هذه. يمكن أني كل نهارين كي كنجملش 100 مشترك، أما أنت ما عملتليش دعم، أنت يعني وريتهم قناتي كيفاش. أما هذاك بالنسبة لي أني دعم كبير كبير كبير، كيفاش جاوني العبيد وقالوا لي اللي احنا من طرف ليلي سمارة، وكيف قناتي ملي كانت مشاهداتها ضعيفة شوية في النهارين هذوما، ملي انت حطيتي قناتك في الانستغرام تاعك طلعت شوية. ما تصورش انه قديش تعب على قناتي وقديش كل يوم نحاول اني كل اجور معاها تعليق، والله يا البنات نحاول اني من نخلي حتى تعليق، ما فيش معناها ريبونس تاعي. ديما ندخل للجوجل ونبدا نقص على قضيتي ونرجع المساجات، نقص على حاجه كنت مع اولادي نرجع التعليق باش ما كثروش عليا وما نطفيكمش. نحبكم على الاخر، نحب نقرا تعليقكم الكل. ما تتخيلوش قديش الوقت ياخذ لي وقت باش نرجع التعليق، ما تتخيلوش قديش والله. وبالرغم من كيك نحب نرجع لكم، ونحب يفوتني حتى تعليق، نحب نقراهم الكل، نحب نشوفهم الكل. بصراحة في النهارين هذوكم ملي انت حكيت عليا برشا الفيديوهات، ملي كنت في النهارين كي كنجمل 10,000 فيو ولا حاجة، ملي انت هبط لي الفيديو عندك قناتي عندك، ما شاء الله يعني وليت كل ليلة هكيك نوصل 13,000 12,000 ومرها ما صارت لي في مسيرتي كما قلت لك. ما تتخيلش قداش فرحتني، ربي يعطيك ما تتمنى، ربي يفرحك بنيتك. يعني كنت من المتابعين بتاعك على اليوتيوب، كنت فان بيك على الاخر، ديما تبع فيك، نحط لك في تعليق، ديما نعملك في تعليق، ديما نتفرج عليك، مغرومة بيك على الاخر. من بعد كيف انت قصيت على اليوتيوب، اني من الانستغرام ما عنديش بيك في الحقيقة. كي قالوا لي ليدي سمرة حكيت عليك، اني قلت دراج نوعكيت نعرفك بلسانك، نعرفك كلمتك تقولها، معناها قلت ليدي سمارة معناها يعني ما شاء الله عليك حياتك، معناها فيها ما كنتش نتوقع لاني قناة متواضعة كيف ما هيك، فيها روتينات بتاع الدار ومسحان وتصيق وكل شيء، كيفاش باش تعجبك يعني. والله العظيم من التو مانيش مصدقة الكلام اللي قلته لي، اللي قاعدة تحكي فيه للعباد. تخيلوا البنات الاخر اخر لحظه باش تمشي ترقد تعمل ده، شنو عملت، شنو كيك ولا شنو تاكل فيه، وبعد وريت فيديو واني نمسح في الـ الواحد بتاع الضوء، قالت ايه تحت تو نمشي، ايه صحيت تو نمشي نرقد. والله
امك مش عادي كلامك اللي تو فيه وفي وداني، كيفاش عجبتك الدار، كيفاش عجبتك يعني، كيفاش حكيت على قناتي بصفه هذيك تخلي حتى انها قناه عاديه انه الواحد يمشي من غير ما يشعر يمشي يشوف شنو القناه هذه اللي حكيت عليها سماره. كيفني هالدار هذه اللي عجبت سماره اللي تفرجت في قصوره وتفرجت في ديار، معناها اكيد ديار ما شاء الله على اليوتيوب وكل شيء، وعجبتها كان داري اني هي، وشوفوا ويكتشفوا شنو شكوني المراه هذه اللي عجبت سماره. بالحق ربي يعطيكم ما تتمنى، قديش حاولتني بالنسبه لي اني ممكن كان نختار وحده تعمل لي دعم، ممكن نجيك اللي كنت يا ما اكيد كان اني طلبت منك راني كان مش تطلبت مع عند فلان وعند فلان وعند فلان الدعم مش باش يغزر لي اصلا، اما اني هيك معناها اللي عمرها البنات ما عمرك ما حطيت لي كومنتير، ما عمرك ما معناها ما عرفوش بعضنا جمله جمله جمله، وكيفاش حكيت عليها. بالحق ربي يفرحك، ربي يفرحك، والبيت اللي عجبتك واللي هابله عليها ايجا مرحبا بخيتي ايجا، وقعد ورقت فيها حتى جمعه. كنت راهو البيت الكلام اللي قالته راهو 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 اني نسمع ودموعي تشرشر، والله نسمع ودموعي تشرشر، ما صدقتش وما مستوحبتش الحكايه، على خاطر اول حاجه انه معناها قناتي بالتواضع نتاعها بالمحتوى البسيط نتاعها انه عجبتك، على خاطر انت ما شاء الله عليك يعني بعيد عليها ياسر، معناها ما شاء الله لبسه مكياج جايه وخارجه وكل شيء، واني بيتوتيه تاع ام صغارها وكل شيء، كيفاش عجبتك وبارك الله يعني. فما قنوات ما قنوات كيفاش حكيت على قناتي اني بالذات حاجه فرحتني على الاخر، حالي لليوم مانيش مصدقتها. بعث لك مسج على الانستغرام بالطبيعه ما قريتوش، اما لليوم مانيش مصدقه، بكيتني والله بكيتني بالفرحه. ربي يفرحك ان شاء الله يا ربي. خاطر الحاجه اللي حكيت عليها هذيك عاونتني على الاخر، عاونتني برشا برشا يعني، ملي كنت في 28000 يمكن نقعد شهرين باش نوصل 30000، والله يمكن كنت حاطه انه يمكن شهرين باش نقعد باش نوصل 30000، كنت حاطه اختار اني راجلي اذا نوصل 30000 بتو تشوفوا شنو شيكون الاختار. كنت نتوقع يمكن على الاقل تحب لي شهرين اخرين باش نوصل 30000 مشارك، اما ان شاء الله في 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 نهار وفي نهارين وصلت 30000 مشارك من منك انت. ربي يفرحك، ربي يفرحك، ما تتخيلش قديش فرحني والله، قديش عاودتني برشا الحكايه. ربي يعطيكم ما تتمنى، هذاك شو نجم نقول لكم، نشكركم برشا 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 فوق ما تتصور. ان شاء الله يا ربي تراه الفيديو نتاعي، ان شاء الله يا ربي تراه الكلام اللي قلته لك، وان شاء الله تقرا مساجي على انستغرام، خاطرني على الاخر فرحانه مانيش مصدقة لليوم. انت حكيت عليا عندك 3 ايام ظهالي ولا اليوم مانيش مصدقة، والله مانيش مصدقة لليوم. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، خاطر عاونتني على الاخر، وان نحب نقول للناس الكل عايشكم وبالطبيعة مادام انتم معايا اني واصلة هيك اليوم، على خاطر كلامكم هو اللي بشجعني اني ناخذ الكاميرا ونصور، هو كلامكم اللي مخليني نكون معاكم كل يوم. ما هي سهلة بالكل اني نصور. فما واحدة قالت لي انتي حاستك عايشة مع الكاميرا يعني، وانت تحرك شادة الكاميرا واني بعكس راه وجستك صبحية وكهو، اما كلامكم هو اللي مشجعني يعني، كي نقرا كلامكم اني نهبط الفيديو الصباح وكي نشوف التعليق يكون مثلا اليوم نكون باش نرتاح شوية، مانيش مصورة وكل شيء، وخليني نرتاح من نرتاح معناها شوية، نلقى روحي من التعليق نتاعكم من كلامكم شد التليفون نمشي نصور. والله العظيم نكون حاطة بروجرام اني مش نصور حتى شيء، ومانيش باش نعمل حتى شيء، كيما توا شديت التليفون خاطر قضيت تعليقكم اني اليوم نصور وقت اللي انتم هبطت لكم كي عملت الطاولة هذيك، وكنت مش مصورة على اوليو ديجا معناها قضيت كل شيء وركحت كل شيء، حتى الفطور ما طيبتش ديجا جابتولي جابتو حماتي طيبت، كنت مش باش نصور. من بعد كيف قريت تعليقكم ما نجمش نغيب عليكم، كي نقرا كلام كيما كيك عباد تحب كيف ما كيك ما نجمش نغيب عليكم، كي وحده تقول لي بربي بربي لا تغيب علينا حتى نهار ما نجمش نولي نطلع معاكم حتى فيديو ما فيه شيء. انا اليوم ما قدر ان شاء الله بقدرة نتاع ربي ما عادش عندي ما نقول، والله هرب علي الكلام بالحق هرب علي الكلام. ان شاء الله يا رب نوصل 100000 مع بعضنا، بالحق امنيتي اني نوصل 100000 مشترك، ان شاء الله يا ربي بيكم نوصل بدعمكم، ديما ادعموني يعيشكم يعيشكم ويفرحكم، ديما ادعموني باللايك، برشا مشاهدات وبرشا معناها
نسبة المشاهدة واللايك والتعليق ما فماش. اما ربي يخليكم لي الناس اللي قاعده تعمل لي في كومنتات وكلام حلو، ما تتخيلوش قداش هزين عليه لحم. والله يا البنات برشا عم تقولوا لي كيفاش عندك 3 صغار ووقت لي ما زلت كيف ولدت، يعني من نهار الاول لنهار الثاني فزيت نقضي كل شيء بكل باهتين كل المصدومين كيفاش اني راهو ناخذ في قوتي من كلامكم. والله العظيم ناخذ في قوتي من كلامكم، ريتو كي انتم طيب وحاجه ويقول لكم بيكم ولا امكم ولا رجالاتكم ولكم يعطيكم الصحه وما بينها الماكله هذه، كي تسمع هكاك ماذا بيك تزيد طيب ما خير وطيب وطيب وتصنف له اكثر. اني هكاك اني كذا كلامكم ماذا بيا نزيد نصور لكم ماذا بيا نهبط حتى بزوز فيديوهات 3 فيديوهات في النهار. والله من الكلام متاعكم هزين علي الحمل على الاخر، مانيش حاسه اللي انا عندي 3 صغار، مانيش حاسه اللي عندي مسؤوليه كبيره وحمل كبير فوق كتافي. اما بكلامكم انتم بالحق والحق والحق هزين معايا الحمل على الاخر. ما نعرفش كيفاش يتعدى النهار، يعني هيك نصور سامحوني. نحب نقول لكم عايشكم الكل على كلامكم بالحق، معاونيني على الاخر و يعني كي نقرا كلامكم بعد التعب هذاك ما نفيقش بروحي كيفاش قعدت كيفاش كملتها صبحيتي كيفاش كملت قضية الدهر وكيفاش كملت كل شيء، خاطرني قاعدة متونسة بيكم، قاعدة نصور معاكم في نهاري كيفاش تعدى. وانتم من بعد نلقى التعليق متاعكم هذيك اللي تزلي مورالي وتشجعني، نحس روحي ما عملت حتى شيء. قلش عليا معناها ما عندي حتى شيء وما عندي حتى شيء صعيب في نهاري، وقلش عليا لا تعبت ولا نقول تعبت، والله لا نقول قربت تعبت على خاطرني متونسة بيكم. خاطر قد ما نتعب وقد ما نعمل وقد ما نقادي في داري وتعب وكل شيء نلقى في تشجيع. حاب نقول لكم نحبكم على الاخر، حطوا لي لايك تقبل وكم تفرجوا في الفيديو، يعني باش نعمل معاكم حوايج حلوه توا خاطر حماتي باش تجي عليا. قلت علاش لي نعمل حوايج سالك وفي ساعه في ساعه مازال ما فطرناش، انا قاعده نركح فيها يعني قصيت على التصوير وجيت حكيت معاكم. نرجع معاكم من اليوم شنو عملت بالضبط، شنو باش نعمل حوايج اليوم للعشويه. الواحد قاعد في الدار ديما هو في الكوجينه وديما يصنف وكل شيء حصيله ما شاء الله، يعني ملي كله نوزنوا في 50 و60 وبعد الحاجه الزضايا يمكن باش تلقانا في 100 و150. شوفوا معايا شنو باش نعمل لكم اليوم ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك، حطوا لي لايك نشوف قديش. كما قلت لكم باش تطلع بحذايا حماتي واخت راجي نعدي العشويه ونقصروا الوقت، قلت علاش لين حضر لهم حوايج بنينه سخت اللي حماتي تعجبها وتموت عليها لقمه الباشا. عملتها برشا مرات وشاركتها في القناه مرتين، ويمكن هي اكثر فيديو كان كما نقولوا فاتحت خير عليا، هي بالفيديوهات اللي بريسك حققت لي شروط القناه. خاطر كما نعرفوا اللي عندهم قنوات يعرفوا اللي فما شروط في القناه، لحصيلوا الروسيت هذه جذبت برشا عباد وعملت لي برشا نسبة مشاهدة. كي كانت قناتي صغيرة كانت الفيديو متاع لقمة الباشا هي من أكثر الفيديوهات اللي جايبيني لي نسب مشاهدة وجابوا لي المشتركين وكل شيء. كما قلت لكم فتحت خير على قناتي، نحبها على الاخر الوصفه هذه، ودي ما تفكرني في اول ما بديت في بداياتي في القناة. والله الحصيلو الحاجات هذوما نجمل فيهم عندي قديش ما تتخيلوش البنات، قديش قعدت باش نجمل مكوناتها، قديش قعد راجلي الى وجهي على جوز الهند ولا الكريم شانتيه، حصيلو نهار يجيب لي كريم شانتيه، نهار الفرينه، نهار الزبده، نهار جوز الهند، واني هكاك نلقط فيهم تلقيط. حبيت نعملهم ونشاركها معاكم باش تجربوها ان شاء الله بقدرة ربي، هي تجي في رمضان وتجي وقت الدنيا تبدا سخونة والطقس يبدا دافي وكل خاطر تتاكل باردة. كي باش تطلع بحذايا حماتي قلت خلي نعملها وهي تحبها برشا. كهو نبداو مع بعضنا في الطريقة، وخسارة خسارة خسارة انه اول ما بديت نعمل في الكريمة ما لقيتش الفيديو، وكنت مانيش قاعدة نصور، ماشي في بالي التليفون قاعد يخدم هو ما هوش قاعد يصور. الله غالب اما سهلة على الاخر يعني تو تفهمها، سينو لوجو ونحط لكم اني لمحة الرابط الفيديو كيف عملتها بالتدقيق، اما حتى هيك باش تفهموها على الاخر هم هي ما فيها حتى شيء، باش نطيبوا مع بعضنا كريمة وفوقها الكريم شانتي ما فيها حتى شيء وسهلة وما هيش معقدة وما تستحقش برشا مكونات وما تستحق حتى شيء.
تتكون من ثلاثة طبقات. لقمة البيشة تتكون من ثلاثة طبقات، الطبقة الأولى هي جوز الهند، الطبقة الثانية هي الكريمة اللي قاعدة نطيب فيها نيتو، والطبقة الثالثة هي الكريم شونتي. سهلة على الأخر. بالنسبة للكريمة باش نطيبو كريمة بليتر حليب، لتر حليب معاها كاس وربع فارينة معاها ستة مغارف سكر، وانتوما هاكم ذوقوا وشوفوا حسب الذوق قديش تحبوا، اني نحب ستة مغارف، وكاس زهر. هني نوري فيكم في المي زهر، ماذا بيكم البنات تحطوه في الفريجيدير، رغم ما شاء الله اني جربتها عندي عامين، كي نحط المي زهر ولا مي عطش هي في الفريجيدير يصبر معايا ويقعد معايا، ولا لونه يتبدل ولا ريحته تطفى، ما شاء الله يقعد قوش عليه تو برك قطرته. يعجبني على الاخر الكريمه هذه بالميزهر، راهو الميزهر لمستي اني الحقيقه، ما ريتش شكون يعمل فيها بالميزهر بصراحه يعني. زدتها من عندي لمسه تونسيه، وما نحكي لكمش على كل لمسه الميزهر في الروسيت هذه، يمكن كان ما جاتش بالميزهر ما ناكلهاش. بنطيب الكريمه ومن بعد نزيدها ساشي سكر فانيليا ومغرفتين زبده كما شفتوا، ونخليها تبرد باش نحضر لهني الكريم شانتي. الكريم شانتي حاولوا انكم تعملوها خاطرة شوية، هي تستحق 230 مليلتر لزوز ساشيات، انا عملت 200 مليلتر، نحبها يابسة شوية وتبدأ هيك باش ما تسيحش معايا وما تذوبش فيسا. ديتو هني بعد ما طابت الكريمة حطيت لها سكر فانيليا وحطيت لها مي زهر، حركتهم كل ما بعضهم، ومن بعد باش نزيد لهم مغرفتين زبدة. يعني عادية تقوش عليكم تطيبوا في كريمة عادية جدا بك الفارينة والسكر والحليب، ومن بعد زدتهم مغرفتين زبدة، مغرفتين زبدة والمي زهر، وزدتهم كهو سكر فانيليا والمي زهر والزبدة كهو. نتصور سهلة وما فيها حتى شيء. من بعد باش نحطها توا في الطبق متاعي، طبق التقديم، رش الطبقه الاولى كيف ما قلت لكم جوز الهند، نتقح الرش حاجه باهيه يعني باش تظهر في الطعمه، خاطر هي الكريمه فيهاش حتى طعمه، جوست اني زدتها مي زهر، ما هي في الحقيقه تجيب ليش مي زهر، جي كي تبغى تاكل فيها تاكل في كيك الكريمه متاع جوز الهند، فما شكون جوز الهند يحطه في وسط الكريمه، اما اني خيرت اني نعملها بالمي زهر وجوز الهند، جوز ترشه من فوق واللوطة كيف ما شفتوا، رشيت الوحده الاولى جوز الهند، ومن بعد صبيت الكريمه باش ندخلها للفريجيدير، نحطها في الكونجيلاتور تبرد شويه، ومن بعد نصبوا عليها الكريم شانتيه. سهله على الاخر وما تستحق حتى شيء، هاكم شفتوا حاجات سهلين بساط، وراهي البنه بنينه على الاخر على الاخر على الاخر، والله سهله وان بليس مزيانه في التقديم، هكا حاجه مزيانه وسهله تقولش عليها هكا مشريه وواحد معناه يوقف عليها برشا، وهي ما فيها حتى شيء. ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوني في طريقه الكريمه، راهو ما فيها حتى شيء البنات، ما تخافوش كما قلت لكم، على لتر حليب كاس وربع فارينه وسكر حسب الرغبه اكهو، من بعد تزيدوا سكر فانيليا وتزيدوا مي زهر وتزيدوا زبده كيف ما عملت اني. هاكم شفتوا من بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور حطيت لها الكريم شانتيي ورشيت عليها طبقه جوز الهند، اني الكونتيتي هذيك عملت لي ما شاء الله كعبتين كيف ما شفتوا، بالرغم لاني عملت غليظه شويه، نورمالمون هي تجي الكريمه ما تجيش طبقه غليظه، مين عملتها غليظه خاطر عملت لتر حليب، والطبقه اللي عندي صغار شويه ما هم شكل كبار. اني نحضر في التاي الاخضر، برشا سالوني على التاي الاخضر كيفاش نعمله. التاي الاخضر التونسي نغسله من الاول، نغسله نغلي المي ونغسله ونرجعه نغليه شويه مع النعناع والتاي، والتاي الاخضر كي يبدا ماهوش من تاع تونس الحقيقه لا نغسله لحد شيء، نحط مغرفتين تاي اخضر مع نعناع جوست هكا يغلي يفور شويه ومن بعد نسكر عليه. هذه الكعبه الاولى متاع قلب اللوز شوفوا محلاها مزيانها، هذه باش نقصها باش ناكلها في العشويه مع حماتي واخت راجلي، والكعبه الاخرى تنقصها لكم للسهريه. حاسين البنات كيف ما قلت لكم الواحد بعد هالحاجه زضايا ما يوصل يكمل الا ما يلقى روحه زاد يمكن 20 ولا 30 كيلو.
وهذه الكعبة الثانية حبيت نقصها معاكم نوريها لكم زادة، حطيتها في الكونجلاتور حكيت نصف ساعة هيك تجمد شوية. إذا تحبوها جلاسي يعني كيف الجلاس خليوها تجمد برشا، تحبوها ككريمة شوية كلها تقسم تاع توا تحسها الواحد يبرد، معناها كي تاكل هيك حاجة باردة تبرد، خليوها هيك قادية شوية ما تقلصوهاش برشا. أنا خرجت تقوش عليها جلاس من الكونجلاتور في الصيف، هذه تنعوش وتبرد بصفة غريبة والله مش نورمال. كيف الصيف تبدأ دنيا سخونة وهي باردة هيك تخرج من الكونجلاتور مش نورمال. هذه عملتها الملول طبقة الأولى، تحبوا إذا تحبوا تعملوها طبقة كهو كيف ما عملت تانية، هذه شوفوا محلاها ومزينها زيادة هيك كما هيك. خاطر اني طبقة الكريمة عملتها غليظة شوية، مستانسة نعملها على طبقتين، ديجا المرتين اللي شاركتهم في القناة نعملها على مرتين. ابش نوريكم كيفاش نحط عليها طبقة من، معناها نقص زوز مرسوات نحطهم فوق بعضهم كيف ما هيك. اني تعجبني في الزين تعجبني هيك خير، اما طبقة الكريمة تكون اقل شوية باش تبدا اما ازين ومتبداش هيك طالعة برشا. اما انتوما بطبيعة شنو تحبوا كيفاش تحبوها الكعبة في صحن التقديم متاعكم. يعني هاني وريتها لكم زوز طرق، هذه دوبل والا الاخرى. شوفوا محلاها ومزينها والبنة ما غير ما نوصف لكم وما غير ما نحكي لكم على بنتها والطعمة متاع الزهر قديش مبنتها وقديش عاطيتها روحها تونسية هيك بنين على الاخر. ما شاء الله سهلة ومزيانة على الاخر، ان شاء الله يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم، ومتأكدة اللي هي باش تعجبكم. شوفوا محلى المنظر سامبل ومزيانة. واللي جربها بطبيعة يبعثي على الانستغرام تاعي وريني تصويرتها، وكيك نحطها اني على الانستغرام تاعي. وان بليس نفرح على الاخر كي نلقى شكون مجرب لي وصفاتي. والله ما شاء الله يعني الوصفات بتاع الكرواسون والكساليه اللي عملتهم ياسر محليهم عملتوهم ما شاء الله، يعطيكم الف صحة. وان شاء الله زيدة تبعثولي تصاور متاع لقمة الباشا وان شاء الله يا ربي تعجبكم.